اليوم كنت أستمع إلى لقاء أجري مع أحد الشباب الكويتيين الناجحين في مجال عمل تجاري معين مميز، ويعتبر اليوم هو أحد المميزين في هذا المجال. فكان يتحدث عن تجربته وكيف بدأ من الصفر، وكيف كانت تجربته متعثرة في البداية، عدة تجارب فشلت بينها بعض التجارب الناجحة القليلة، إلى أن قرر التوقف. ثم بعد سنوات عاد إلى نفس هذا المجال التجاري مع مجموعة من الشركاء. يقول: فتحنا معرضاً في منطقة تجارية جديدة، وبعد بضعة سنوات وجدنا أن العمل فاشل، ما في يعني ذاك البيع أو شيء، فقرروا أن ينهوا المشروع. يقول: استمهلتهم 3 أشهر على أن أتحمل أنا كل المصاريف، خلاص إيجار المكان، العمال، الموظفين، كذا، أنا أتحمل المسؤولية كاملة، فقط أعطوني 3 أشهر. وافقوا على ذلك. بمجرد ما وافقوا، بعد بضعة أيام أصيب والدي بوعكة صحية شديدة استدعت أن يخرج إلى خارج البلاد للعلاج. ومن اللي لازم يكون المرافق؟ هو هذا الشاب صاحبنا. فقلت: خلاص، هذه رصاصة الرحمة التي أطلقت على المشروع، ومن اللي راح يأكلها؟ هو اللي راح يأكلها، باعتبار أنه تحمل كل المسؤولية. لكن يقول: سبحان الله، بمجرد ما سافرت مع والدي للعلاج، إذا بالرزق ينهمر علينا في هذا البزنس بشكل غير مسبوق تماما. ومن ذاك اليوم هو انفصل طبعاً، بعد ذلك صار عنده مشروع الخاص، وكما قلت إنه صار من أنجح الشباب في مجال هذا العمل اليوم، بحيث إنه كانوا مستدعينه في هذا البرنامج إنه يتحدث عن مشروعه. هو توقف عند سرد القصة ولم يعلق عليها، وانتقل مع المحاور إلى محور آخر، ولا أدري إن كان قد التفت إلى ما في هذا الأمر الذي ذكره من مخزن عظيم وفكرة عظيمة، أم أنه لم يحب أن يذكر هذا الأمر لكي لا يزكي نفسه. عن النبي صلى الله عليه وآله: من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. بر الوالدين لا بركات عظيمة، واحدة من هذه البركات كما هو هذا الوعد النبوي أن يزاد في رزق الإنسان. بالمناسبة هذا الشاب يصلي عندنا في المسجد.